السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدينا. جلسة أعمال جديدة حافلة بكل ما استجد من أخبار على ساحتنا الاقتصادية، متابعتنا اليومية مع حضراتكم من يوم إلى يوم ومن جلسة أعمال إلى جلسة أعمال في هذا الصباح وفي كل صباح من الأحد إلى الخميس على شاشة تلفزيون قطر. مشاهدينا أهلا بكم، ونرحب أيضا بضيفنا في الاستوديو لهذا الصباح السيد أحمد عقل محلل الأسواق المالية. صباح الخير أحمد وأهلا بك معنا. أمامنا يوم مليء بكثير من الأخبار والمتابعات مشاهدينا، وكما اعتدنا مع حضراتكم بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ بأهم الأخبار. حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أصدر عدد من المراسيم ووثائق الانضمام والتصديق في الساعات القليلة الماضية. كان من جانب الاقتصادي ما تبعناه هو وثيقة انضمام أصدرها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وهي على انضمام دولة قطر إلى الاتفاقية بشأن الضمانات الدولية على المعدات المنقولة والبروتوكول الملحق بها بشأن المسائل التي تخص معدات الطائرات، الموقعين بمدينة كيب تاون بتاريخ 16 من نوفمبر عام 2001. كما أصدر سموه أيضا وثيقة انضمام بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى بروتوكول 1988 للاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974 سولرز. مشاهدينا طبعا بالأمس أيضا كان هناك جلسة لمجلس الشورى ناقش في جلسته الأسبوعية العادية برئاسة سعادة رئيس المجلس المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم. وبعد المناقشة قرر المجلس إحالته إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس. كما ناقش المجلس المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2019 بتنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية. وبعد المناقشة قرر المجلس إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس. وأطلع سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد المحمود المجلس على الاجتماعات الإقليمية والدولية التي شارك فيها سعادته والوفود المرافقة خلال عطلة المجلس، وقد شملت الاجتماع الرابع لرؤساء برلمانات دول أوروبا وآسيا أوراسيا واجتماع الجمعية العامة العادية 41 بعد 100 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماع الأول للمجلس التنفيذي للجمعية البرلمانية الآسيوية. محطتنا التالية هي محطتنا اليومية المعتادة بورصة قطر التي شهدت تراجعات في ختام تعاملات ثانية جلسات هذا الأسبوع. كان لدينا ضغوط بيعية طالت معظم القطاعات، كان لدينا هبوط في المؤشر العام بنحو 0.2 المئوية وإغلاقات عند مستوى 10226 نقطة. أحجام التداول مشاهدينا سجلت أكثر من 72 مليون سهم، ارتفاع واضح كان على هذا الصعيد، كما هو على صعيد أيضا قيم التداولات التي ناهزت 262 مليون ريال، ارتفاع من حوالي 99 مليون كانت قد سجلت في مستهل الأسبوع. 5 من الأسهم المدرجة في بورصة قطر استطاعت الاستحواذ على نحو 60% من القيم الإجمالية. انخفضت 4 قطاعات في ختام التعاملات، هي قطاع التأمين، قطاع الاتصالات، قطاع النقل وقطاع الصناعة. ونعود إلى 5 أسهم التي استحوذت، هي كانت بنك قطر الوطني، بنك قطر الدولي الإسلامي، فودافون قطر وقود والبنك التجاري. 5 أسهم استحوذت على أكثر من 60%. الحقيقة أحمد أود أن أقف هنا عند إغلاقات المؤشر في الجلسة الماضية. شهدنا بعض التقلبات وشهدنا تسجيل في المنطقة الخضراء لفترات عديدة، ثم عادت الضغوط لتسحب المؤشر في دقائق معدودة وقليلة مع نهاية الجلسة إلى المنطقة الحمراء، ورأينا التغير على الأقل في الأسهم التي كانت الأكثر نشاطاً، أبرزها كان الدولي الإسلامي والتجاري. حركة ماذا؟ مضاربات؟ جني أرباح؟ يعني خلينا نقول أول شيء نحن بنعرف أنه بخلال هذه الفترة عم بيكون اللاعب الأجنبي نشط بشكل كبير بالدخول والخروج إلى بورصة قطر لعدة أسباب. أولاً قرب نهاية العام وبناء المراكز المالية خلال هذه الفترة يعتبر مهم جداً للاعب الأجنبي، خاصة للمستثمر والمحافظ. بنفس الوقت في عنا أيضاً موضوع مراجعة مورغان ستانلي اللي من المتوقع أن يتم تطبيقه يوم 27، وبالتالي هي فترة نشاط للمحافظ المصاحبة لمؤشر مورغان ستانلي والتي تعتبر مؤثرة بشكل كبير وسريعة الدخول والخروج إلى المؤشرات.
بشكل عام بتصور هذه الفترة هي فترة إعادة خلط بعض الأوراق، إعادة تمركز بأسهم معينة، خاصة أنه إعلانات الربع الثالث كانت واضحة. بنشوف أنه القطاع البنكي بشكل عام عم بيكون عليه نشاط قوي خلال هذه الفترات على مستوى الأحجام وحتى على مستوى الارتفاع والانخفاض. بتصور أنه عملية كر وفر، خلينا نقول، بانتظار انتهاء تطبيق التغيرات بمؤشر مورغان ستانلي ليوم 27، ومن ثم قد نعود لنشهد بعض الجذب مرة أخرى باتجاه التمركز الحقيقي ببعض الأسهم. طيب، مؤسسات ومحافظ محلية وأجنبية، إعادة تمركز، كر وفر كما سميتها حضرتك، ومراجعات جميعها على المستوى الدولي، المستثمر المحلي، الأفراد هنا أين يقفون أو أين يجب أن يقفوا؟ خلينا نقول هاي الفترة مهمة جدا، يعني نحن مع نهاية الشهر الحالي بيكون بقي عندنا شهر واحد لنهاية العام، وبالتالي قرب موسم الحصاد. اليوم نحن في عنا من يعمل بالبورصة يعمل بإحدى استراتيجيتين، يا إما الاستثمار يا إما المضاربة. الاستثمار بشكل عام يكون هدفه، الاستثمار الطويل الأجل يكون هدفه الحصول على التوزيعات وعلى الأرباح الموزعة من سنة إلى أخرى، وهذا الموسم أصبح قريب، من بعد شهر أو اثنين بتم بداية الإعلانات عنه. المضارب بشكل عام يستغل الأخبار للتحرك بالأسهم إما صعودا أو نزولا بهدف تحقيق أرباح. أيضا فترة إعلانات وتوزيعات نهاية العام هي فترة مثالية للمضارب لاستغلال أخبار بعض الشركات، إما لرفعها وبيعها بشكل سريع وتحقيق أرباح سريعة، أو للضغط عليها وتخفيضها لإعادة شرائها لاحقا. وبالتالي هذه الفترة هي فترة مهمة جدا لجميع الشرائح اللي موجودين. أنا بنصح الأفراد خلال هذه الفترة بالابتعاد عن الأسهم التي لا تحقق عوائد، حتى وإن كان عليها بعض العمل المضاربي. إذا كان مضارب ويود الدخول والخروج بشكل سريع يقوم بهذا الموضوع بشكل يومي أو يومين أو ثلاثة على أبعد تقدير، عدم الانتظار فترات طويلة بالأسهم المضاربية. نعم. التركيز على الأسهم ذات العوائد، على الأسهم القيادية، الأسهم التي حققت نمو جيد، مراجعة بيانات الشركات للتسعة أشهر الأولى، وهي مهمة جدا. اليوم تسعة أشهر تقريباً عم تعطي صورة واضحة عن توقعات أرباح الشركات لنهاية العام. نحن خلصنا 75% من النتائج، بقي 25%، وبالتالي حتى وإن كان فيها نمو كبير تأثيره يكون أقل من ثلاثة أرباع بشكل عام. وبالتالي مهم جدا نراجع الأرباح التي حصلت خلال التسعة أشهر، نقارنها مع السنة الفائتة، نشوف توزيعات الشركات للسنوات الفائتة، وفي حال تم نفس التوزيع خلال السنة نحسب معدلات العائد إلى السعر الموجود حاليا. كل المعدلات نحن بنعتبر اللي فوق 5% تعتبر مغرية جدا للاستثمار، وكل ما زادت كل ما كانت مغرية أكثر. ما بين 3-5% بنقول استثمار طويل الأجل، أقل من هيك يصبح فيها نوعا ما ممكن بعض التخوف خلال نهاية العام. أحمد، يعني صحح لي إذا لم يكن هذا التصنيف صحيح، هناك الباحثين عن الاستثمارات طويلة الأمد يبحثون عن العوائد والأداء خلال ثلاثة أرباع، الباحثين عن المضاربات السريعة وتحقيق الربح السريع عن ماذا يبحث هنا؟ عن حركة السهم خلال حركة الفترة السهم الماضية؟ خلال الفترة القادمة. واليوم مثلا سهم متوقع له إعلان أرباح قوي وتوزيعات جيدة، المضارب بيستغل هذا الخبر فيما قبل التوزيع للارتفاع بالأسهم، وبالتالي تحقيق هذا كلام صحيح، لكن يعني دعنا نتفق بأن هناك أسهم ليست بنفس العوائد لأسهم أخرى، ولكن حركتها على شاشة التداول أوضح وأبرز وأنشط. حتى في عنا بعض الأسهم الخاسرة، هي يعني نحن شفنا من فترة الطبية وهي أحد الشركات. نعم. اللي فيها خسائر متراكمة. صحيح. وتخطط 100% من رأس المال ويمر عليها فترات. صحيح. من المضاربة صعود، هيدي الفترات تنشط إذا بنلاحظ نحن بخلال العام مع نهاية العام وقرب التوزيعات بصير التركيز أكثر على الأسهم ذات العوائد، لأنه حتى المضارب في حال دخوله على سهم، وخاصة الأفراد اللي عندهم خبرة متوسطة إلى قليلة نوعا ما، بيختاروا الأسهم اللي فيها عوائد جيدة. نعم. باعتبار إذا صار أي ضغط وانخفضت قيمة السهم يبقى ما يعوضه عن هذه الخسائر، وهو التوزيعات اللي ممكن يحصل عليها. اليوم المشكلة الكبيرة إذا دخل مضارب على سهم خاسر وهذا السهم لم يرتفع لأي سبب من الأسباب ولم تكن عليه عمليات مضاربية، انخفض سعر السهم، الخسارة الموجودة كيف تعوض؟
ليس هناك أي محفز بالفترات القادمة بيكون لارتفاع السهم، ليس هناك توزيعات، السهم عنده خسارة، وبالتالي قد يضطر بعض الأشخاص الانتظار ببعض الأسهم لعدة أشهر أو لسنة أو لفترات، أو حتى البيع بخسارة للانتقال إلى أي أسهم أخرى. بنفس الوقت ببعض الأحيان بيكون في فرص تانية، يعني أنا ممكن فوت على سهم خاسر وشوف سهم تاني عم بيطلع، البيع بهذا السهم يعتبر صعب نوعا ما لأنه عمليات المضاربة. هلأ المضارب المحترف، من يجيد قراءة المؤشرات الفنية والأشكال الفنية والبيانات المالية والكميات المنفذة وغيرها، لا هون ممكن نشوفه عم يشتغل على أسهم خاسرة ويحقق فيها أرباح أكثر من أي أسهم أخرى. طيب قبل أن ننتقل لنشهد افتتاحيات اليوم، جلسة الأمس ارتفاع كبير على صعيد الأحجام والقيم مقارنة طبعا بجلسة الأحد التي كانت أصلا متدنية، ولكن حتى 262 هذا يفوق حتى ما سجل كمتوسط للأسبوع الماضي. كان التركيز واضح في الساعة الأخيرة وربما هذا ما أوجد الفارق، هل هذا سيناريو سنتابعه حتى على الأقل مراجعة ممكن. أنا بتوقع من هلأ ل27 رح نشوف الكثير من هذه التغيرات. نحن بنعرف، خلينا نشرح يعني شيء مهم بشكل سريع، اليوم عند وجود مراجعات على مستوى المؤشرات العالمية التطبيق لا يتم فقط يوم التطبيق طبعا. يعني يوم 27 بتم التطبيق الرسمي، ولكن بالفترات السابقة وبعد إعلان أي مؤشر للتغيرات الحاصلة وهذه الإعلانات بتكون للعامة ولغير العامة للخاصة، يعني اليوم نحن بمؤشر مورغان ستانلي شفنا التغير المعلن للعامة هو دخول بنك قطر الدولي الإسلامي إلى المؤشر، انتهينا. اليوم في عنا بعض التغيرات اللي ممكن إنها تصير يتم إعلانها لمن يشترك بهذا المؤشر فقط، هناك رسوم سنوية يجب دفعها لمؤشر مورغان ستانلي لمعرفة بعض التفاصيل، على رأسها تخفيض أو يعني رفع اللي هي من إلا نسبة أي شركة بالمؤشر، وبالتالي ممكن يكون في أوزان لبعض الشركات تخفض أو ترفع، تخفيض الوزن يعني البيع منه ورفعه أو زيادته يعني الشراء فيه، هيدي اليوم غير معلنة بشكل عام. طيب في بعض الشركات الاستثمارية التي تقوم بدفع هذه الرسوم السنوية لمؤشر مورغان ستانلي تعلم بهذه التغيرات، هيدي عندها محافظ بنسميها نحن المحافظ المصاحبة لمؤشر مورغان ستانلي، تقوم ب خلينا نقول التجهيز لتنفيذ مورغان ستانلي، شراء أسهم، بيع أسهم بالفترات السابقة، عند الوصول ليوم 27 بنشوف نحن فجأة عم ينطلب 2 أو 3 أو 10 أو 20 مليون سهم، وبنفس الوقت بكون معروض 20 أو 30 مليون سهم. من يعرض هذه الأسهم؟ المحافظ المصاحبة التي قامت بالشراء سابقا ببعض الأسهم بأسعار منخفضة، وهلأ هي عم تبيع لمؤشر مورغان ستانلي بسعر عم تحقق هي بعض الأرباح، وبالمقابل عم بتأمن لمؤشر مورغان ستانلي الكميات المطلوبة تنفيذها بيوم واحد. إذا بنتذكر وقت إزدان وخروجه من مؤشرات مورغان ستانلي في ذلك الوقت 60 مليون سهم كان معروض، وكان مقابلهم شراء حوالي 60-70 مليون سهم، كمية ليست صغيرة كمية كبيرة، بالتالي المحافظ المصاحبة إلى دور بعملية يعني التمهيد والتجهيز لمساعدة مؤشرات مورغان ستانلي لتنفيذ عملياتها بيوم التنفيذ اللي هو من المتوقع خلال هذه الفترة بيوم 27/11. يعني حضرتك ذكرت سهم إزدان وحقيقة لم يكن ضمن مخطط السؤال عنه، لكن البعض يرى بأن السهم حتى لم يستفد من أخبار المتعلقة بإعادة إدخاله إلى مؤشر بورصة قطر، السهم يقف عند منطقة سعرية لا يتعداها صعوداً، عمليات مضاربية لا ننكرها، ولكن شركة مثل إزدان كيف يقف سعر سهمها عند مستويات دون 70 درهم؟ يعني نحن دائما بنعرف أنه دورة حركة الأسهم تختلف، هناك ارتفاع، هناك انخفاض، هناك هدوء، هناك اتجاه عرضي. إزدان بالفترة السابقة انخفض مع خروجه من مؤشرات مورغان ستانلي إلى مستويات متدنية جدا، في ذلك الوقت كانت فرصة للشراء، شفنا دخول قوي، مع إعادة إدخاله ضمن مؤشر بورصة قطر شفنا ارتفاعات جيدة وعودة للسهم، نسبة الدخول بمؤشر بورصة قطر لم تكن مرتفعة يمكن كثير، و
ولكن هي خطوة جيدة مهمة جدا. الشركة حققت نمو، هذه المعطيات اليوم عم بيواجهها شراء قوي تم سابقا عند انخفاض مؤشر أو عند انخفاض سعر إزدان لمستويات منخفضة مثل ما حكينا بعد خروجه من مورغان ستانلي. العديد من المضاربين قاموا بالدخول بهدف الاستفادة، ونحن بنعرف أنه سهم إزدان سهم شعبي، يعني اليوم المضاربين يبحثون عن التملك بهذا السهم وينتظرون بأي لحظة ارتفاعات جنونية. هذا الجو العام عن السهم بالشارع ولدى المستثمرين، لأنه شفناه قبل عم بيرتفع من مستويات 5 أو 6 أو 15 ريال في ذلك الوقت اللي هو ريال ونص، ارتفع إلى مستويات 50 و55 بأوقات سابقة، وبالتالي حركة السهم قوية جدا وعنده تاريخ قوي جدا بالمضاربات. هيدا بخلي معظم المضاربين عم بتجهوا للسهم، هيدي شغلة إيجابية ولكن بنفس الوقت تصعب عملية صعود السهم، لأنه المضاربين بيشتروا كميات كبيرة يقومون بالبيع مع أي ارتفاع، البعض منهم ينتظر ويصبر لأشهر، البعض منهم لا يستطيع الانتظار يقوم بالبيع والانتقال إلى أسهم أخرى وتبقى عينه على السهم. كثرة عدد المساهمين والمضاربين بالسهم بتخلي عملية صعوده أصعب، وبالتالي بتعطيه فترة أطول لبعض الأحيان نقول اللي هو فترة التجميع أو فترة إخراج المضاربين السريعين من السهم لإمكانية إعادة رفعه بالمستقبل. واضح. دعونا مشاهدينا نلقي نظرة إذن على افتتاحية جلسة الثلاثاء، جلسة منتصف الأسبوع تفتتح باللون الأحمر اليوم، وإن كانت التراجعات هي تراجعات محدودة للمؤشر الذي نذكر بأنه أنهى الجلسة الماضية أيضا على تراجع ب20 نقطة المئوية، واليوم يفتتح بأكثر قليلا من 10 النقطة، حوالي 15 نقطة يفقدها المؤشر مقابل إغلاقات الجلسة الماضية، ليقف حاليا عند مستويات 10282 نقطة و16 النقطة. طبعا يعني نحن نتحدث عن 5 دقائق تقريبا من بدء تداولات الجلسة، القيم والأحجام لا تزال محدودة، 3 ملايين ريال فقط هي قيم التداولات من خلال التداول على 1.5 مليون سهم فقط خلال هذه الجلسة. 6 شركات تسجل افتتاحية باللون الأخضر لهذا اليوم، وفيما يبدو أعمال تتصدر المشهد اليوم بمكاسب بأكثر من 9 أعشار النقطة المئوية. معنا أيضا سهم مجموعة استثمار القابضة يسجل مكاسب ب3/4 النقطة، كما نتابع على الشاشة مشاهدينا معنا المتحدة للتنمية ضمن أبرز المرتفعين خلال هذه الجلسة، ومكاسب السهم تقترب من 17 النقطة المئوية، ومعنا قطر الوطنية للإسمنت أيضا من أبرز الرابحين نصف النقطة المئوية إضافة على سعر السهم الذي يفتتح الجلسة عند مستويات 6 ريالات ودرهمين. الأكثر تراجع أيضا من بين 6 شركات أو 7 حاليا معنا سهم الدولي الإسلامي، رأيناه في الجلسة الماضية في الساعة الأخيرة، كانت عمليات المضاربة أو عمليات جني الأرباح كانت واضحة كثيرا على السهم الذي هبط مع نهايات الجلسة، ليفتتح اليوم أيضا باللون الأحمر وب15 نقطة تراجعات. مزايا قطر أيضا ضمن أبرز المتراجعين اليوم، نتحدث عن أكثر قليلا من 14%. بنك الدوحة الذي برز على لوحة التداول ضمن الأنشط وضمن الأكثر تداولا على أكثر من صعيد، أنهى الجلسة بالأمس أيضا جلسة كانت نشطة للسهم، واليوم يفتتح بالمنطقة الحمراء ب14 النقطة، وأم سعيد للبتروكيماويات القابضة على تراجع ب14 تقريبا لهذا اليوم. بشكل سريع التداولات المحدودة أين تتركز في مستهل هذه الجلسة؟ الدولي الإسلامي دون كثير من المفاجآت أيضا اليوم ضمن أبرز المتداولين، القيم قريبة من 2 مليوني ريال يستحوذ على 1/3 القيم تقريبا، أعمال سهم آخر نشط حوالي 750 ألف ريال، معنا كيو أم بي ضمن الأكثر نشاطا 351 ألف ريال، وقامكو 300 ألف ريال تقريبا في مستهل هذه الجلسة. طبعا الأرقام لا تزال يعني الجلسة لا تزال هادئة والأرقام لا تزال محدودة بما أننا على بعد دقائق قليلة من الافتتاح. مشاهدينا مواضيع أخرى حقيقة كان لها صدى واسع في الساعات القليلة الماضية، دولة قطر حازت على الترتيب الأول عربيا وسادس بالعشرين عالميا لعام 2019، وذلك في تقرير تصنيف المواهب العالمية الصادر عن مركز التنافسية التابع لمعهد التنمية الإدارية في سويسرا، وذلك من بين 63 دولة غطاها التقرير. في تعليقه على التقرير أكد جهاز التخطيط والإحصاء أن الأداء المتميز للدولة إقليميا ودوليا عزز موقعها في تحسين تنافسيتها من حيث بناء المهارات العالمية والمالية والخبرات الدولية والنظام التعليمي، وأوضح أن الترتيب العام لدولة قطر
مختلف الوتيرة في تقرير المواهب العالمية خلال السنوات 2014 إلى 2019، وذلك مع وجود تحسن تدريجي في محور الاستثمار والتطوير مقابل بعض التغييرات في محور الجاذبية ومحور الجاهزية. أحمد، قبل أن نتحدث عن تصدر قطر للقائمة عربيا، دعنا نتحدث قليلا ما هو مؤشر تصنيف المواهب العالمية. يعني بشكل عام هذا المؤشر هو مدى قدرة الدولة على جذب وعلى المحافظة وعلى دعم، خلينا نقول، المواهب الإدارية والمالية والتشغيلية الموجودة بالدولة وبالعالم بشكل عام. نحن بنعرف أنه فكرة ريادة الأعمال بالعالم انتقلت من وجود بضائع فقط ملموسة، يعني مواد مثل السيارات وغيرها، إلى وجود الخدمات، وقطاع الخدمات بالتحديد مع تطور التكنولوجيا الأخير أصبح أكثر، إذا بدك، قوة وأكثر تأثيراً حتى على كثير من الاقتصاديات بالعالم. هيدي بشكل عام بحاجة إلى مواهب وإلى أفكار جديدة وإلى طرق عمل جديدة مختلفة وإلى حتى خلينا نقول أفكار خلاقة. يعني اليوم نحن إذا بنشوف من أكبر شركات العلامات التجارية بالعالم شو هي؟ في عنا أبل، في عنا جوجل، في عنا فيسبوك، في عنا أوبر، من أكبر الشركات بالعالم، شركات تقدم خدمات ولا تملك كمية أصول ضخمة بالشكل اللي بنشوفه. يعني أكبر شركة تاكسيات أو نقل، إذا بدك، سيارات نقل خاص بالعالم لا تملك سيارات نقل خاص، أوبر. نعم. اليوم أكبر شركة إذا بدك لبيع المتاجر ولبيع المعدات ولبيع الآلات، أمازون وغيره وعلي بابا، لا تملك متاجر موجودة، بل هي مجرد تقديم خدمة ما بين البائع والمشتري وإيصالهم ويعني ضمان جودة الخدمات. وبالتالي هذه الأفكار الخلاقة وهذه المواهب وهذه الفكر الجديدة مهمة جدا، يعني رعايتها واكتشافها والمحافظة عليها. نعم. مشاهدينا، للتوضيح، كان محور الاستثمار والتطوير أبرز محور حققت فيه قطر مراكز متقدمة في هذا الإطار. طبعا المرتبة السادسة في مؤشر إجمالي الإنفاق العام على التعليم لكل طالب، كان معنا المرتبة الثامنة في مؤشر التدريب الصناعي الذي يطبق بكفاءة، المرتبة الثانية عشرة في مؤشر البنية التحتية لقطاع الصحة الذي يلبي حاجة المجتمع، وفي محور الجاذبية حققت دولة قطر المرتبة الأولى في مؤشر معدل ضريبة الدخل كنسبة مساوية لنصيب الفرد من الناتج المحلي، والمرتبة التاسعة في مؤشر المهارة الأجنبية التي تجذبها بيئة الأعمال القطرية. هناك طبعا عدد مهم من المحاور الأخرى ضمن محور الجاهزية، قطر في المرتبة الرابعة في مؤشر الخبرة الدولية للمديرين التنفيذيين، والحادي عشر في مؤشر تلبية التعليم الجامعي لحاجات الاقتصاد التنافسي. يعني محوري التعليم والصحة، وسنتحدث عن الصحة لاحقا خلال هذه الحلقة، هما من أبرز ما تركز عليه حتى يعني ميزانية الدولة. هناك مخصصات كبيرة تتجه لهذين القطاعين، ليس فقط لأهمية قطاع التعليم كقطاع يحتاجه كل طالب طبعا، ولكن حتى لحاجة الدولة وتوفير احتياجات الدولة مستقبلا من الكفاءات والمهارات في مختلف المجالات. هنا قطاع التعليم في الدولة برأيك هل وصل إلى المرحلة التي يمكن فعلا أن يغذي الاقتصاد من كافة النواحي، ولا هو بحاجة بعد إلى دفعة، وما هي هذه الدفعة؟ يعني نحن بنعرف أنه موضوع الاستثمار بالتعليم هو استثمار لا ينتهي بشكل عام. التعليم والصحة عاملين أساسيين ومهمين جدا، خاصة لبناء الإنسان، وبرؤية قطر 2030 كان واضح التركيز على بناء الإنسان والفكر وجعله أو تحويله من شخص مستهلك إلى شخص منتج. هيدا يتم بالتعليم وبالمعرفة وبالتمكين وبتعليم المهارات. اليوم القطاع التعليمي والقطاع الصحي بدولة قطر متطور جدا على مستوى العالم، والدليل موضوع المؤشر المواهب الموجود اليوم. طبعا الإنفاق على مستوى الطالب مرتفع جدا مقارنة مع دول أخرى، الإمكانيات المتوفرة، الإنترنت الموجود لكل طالب، عدد الكمبيوترات، هيدي تقارير عم بتم إصدارها من وزارة التعليم العالي، واضح الكلام فيها، قطر من أولى الدول بتأمين جميع الإمكانيات، ولكن المشوار طويل. نعم. وبالنهاية موضوع التعليم والصحة هو ليس خطوة تقوم بها وتقف عند مستوى معين، هو عملية تقدم دائم، وبالتالي من المهم جدا الاستمرار بمواكبة الأفكار الجديدة. الجامعات الموجودة بدولة قطر تجذب طلاب من الخارج،
أهم جامعات بالعالم على مستوى الطب، على مستوى الإدارة، على مستوى الهندسة، على مستوى كثير من القطاعات. نعم. فبتصور أنه لا، نحن بمركز متقدم جدا، يعني حتى بضمن مؤشر المواهب اللي هو عبارة عن ثلاث مواضيع، هو الاستثمار والتطوير والجاذبية والجاهزية. موضوع التعليم، قطر عم تحتل مراكز متقدمة جدا فيه بالإنفاق التعليمي وبإمكانيات التعليم الموجودة وبالاستثمار بهذا التعليم. واضح. مشاهدينا، في موضوع آخر، وأكد سعادة السيد جاسم بن سيف الصلاتي وزير المواصلات والاتصالات رئيس مجلس إدارة شركة مواني قطر أن القدرة الاستيعابية لميناء حماد سترتفع بمقدار 1,000,000 حاوية خلال السنوات الثلاث المقبلة من الشحن وإعادة الشحن، وذلك ضمن خطة الدولة في تحويل قطر إلى مركز تجاري إقليمي حيوي في المنطقة. ذلك كله جاء على هامش التوقيع على اتفاقيتين خاصتين بميناء حمد وميناء الدوحة، الأولى بين الشركة القطرية لإدارة الموانئ مواني قطر وشركة MSC، والثانية بين اللجنة العليا للمشاريع والإرث وشركة البحر الأبيض المتوسط للشحن البحري. نتابع. بتوقيع هذه الاتفاقية بين موانئ قطر وشركة البحر الأبيض المتوسط للنقل البحري، ثاني أكبر شركة شحن بحري في العالم، يدخل ميناء حمد مرحلة جديدة من الريادة. فالشراكة المحورية بين الجانبين ستمكن الميناء بدءا من يناير المقبل من استقبال 150 ألف حاوية نمطية سنويا تصل إلى 1,000,000 حاوية بحلول 2023. أن القدرة الاستيعابية لميناء حمد سترتفع بمقدار 1,000,000 كونتينر خلال السنتين أو الثلاث من الشحن وإعادة الشحن. راح يكون الهدف الرئيسي كما بنته الوزارة وخطتنا الاستراتيجية من جعل ميناء حمد ميناء إقليمي محوري في المنطقة. فلا شك أن هذه الكمية بالإضافة إلى الكميات السابقة والخطوط اللي تم وضعها وافتتاحها سيساهم من جعل ميناء حمد ميناء رئيسي، ثاني أكبر ميناء في المنطقة. الاتفاقية الثانية التي تم توقيعها بين اللجنة العليا للمشاريع والإرث وشركة MSC تأتي ضمن خطة اللجنة العليا المتعلقة باستضافة كأس العالم 2022، تلتزم بتوفير أكثر من 4,000 غرفة على متن البواخر السياحية الفاخرة للشركة خلال البطولة، ما يساهم في جذب قرابة 6,000 سائح إلى الدولة. تميز في الإقامة والفندقة اللي وقعتها 2022 شيء خيالي، راح يكون موجود من القرف الفندقية من خلال البواخر. وأنا كذلك أدعو الجمهور مشاهدة أول باخرة تاريخ 28 أو برنامج إرشادي راح يكون فيه من السياحة لأول باخرة بهذه الحجم تصل إلى ميناء الدوحة. لكن البواخر التي تم التوقيع عليها هي في الواقع أكبر من هذه البواخر وصديقة للبيئة. MSC cares very much for this relationship with Qatar. MSC تولي أهمية كبيرة لهذه الشراكة مع دولة قطر. نحن متخصصون في الشحن البحري وأيضا الجانب السياحي، وهذا ما تمنحه لنا الاتفاقية. ستكون قطر في مركز العالم في إدارة عمليات التصدير وإعادة التصدير واستقبال أكبر عدد من السياح على متن بواخرنا، وهذا ما نعمل عليه حاليا بتقديم محفزات لعملائنا لاستكشاف قطر. اتفاقية إذن تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية لوزارة المواصلات والاتصالات ستضمن استغلالا أمثل لقدرة ميناء حمد المتطورة، كما تعزز تنافسية دولة قطر على خارطة النقل البحري الإقليمي ومسارات التجارة البحرية الدولية. أحمد، سعادة الوزير أشار بالأمس لأن تطوير الميناء كان مخطط ليبدأ في 2022، لكن شرعوا حاليا في بدء تنفيذ التوسعة، وذلك نظرا لأن الطاقة الاستيعابية الأولى له بدأت تنفذ. اتفاقية مثل هذه، نحن نتحدث عن رقم يصل إلى 150 ألف حاوية نمطية سنويا، تنمو إلى 1,000,000 حاوية نمطية سنويا، نتحدث عن 10 أضعاف الرقم تقريبا. كيف يمكن أن تغير المعادلة وتجعل من مركز أو من ميناء حمد مركز إقليمي كما يراد له أن يكون؟ لا شك أنه أول شيء في عنا الموقع الموجود لميناء حمد والخدمات الموجودة والقدرة الاستيعابية، تعتبر ثلاث مواضيع مهمة جدا يعني المركز المتوقع بالمستقبل ومدى قدرته على جذب مزيد من الخدمات أو من طالبي الخدمة. أنا بتصور أنه هذا التدرج مهم جدا. أولا
لاستيعاب ما يحدث بالعالم من نمو ومن تطور بشكل عام بالمنطقة، خاصة إذا بنشوف بمنطقة آسيا في عنا بعض الاقتصاديات لعب تنمو نوعا ما. اثنين، لتقديم خدمات أفضل، الانتقال من 150 ألف لمليون، نحن عم نحكي اليوم عن قدرة استيعابية تفوق الست أضعاف، وبالتالي أعتقد أنه مع فتح مزيد من هذه القدرات الاستيعابية رح نشوف ضغط أكثر وعمل أكثر لهذا الميناء، خاصة أنه الخدمات الموجودة فيه اليوم تعتبر من أكثر الخدمات تطورا ونموا، خاصة مع وجود مؤشرات مهمة لدولة قطر على مستوى الخدمات التنافسية. توقعات كان تم الحديث عنها سابقا عن يعني اللي هي بإنشاء مناطق حرة، أعتقد إذا تم تطبيقها كل هذه جميعا حتى المليون حاوية ممكن تكون عدد قليل ويبدأ الحديث عن يعني تطويره بفترة قصيرة، ولكن من المهم جدا إيجاد خدمات متكاملة، وهو ما بدأنا نشهده بميناء حمد منذ تأسيسه الحقيقة، خدمات متطورة، سرعة بالتنفيذ وسهولة، وأعتقد أنه حتى موضوع المناطق الحرة ممكن يكون عامل جذب مهم جدا لميناء حمد بالفترات القادمة. طيب، الاتفاقية الأخرى كانت بين اللجنة العليا للمشاريع والإرث مع شركة MSC للبواخر السياحية لاستئجار باخرتين سياحيتين توفران تجربة إقامة مميزة للمشجعين والزوار. الحديث عن البواخر السياحية هو حديث يعني تكرر كثيرا الفترة الماضية باعتباره أحد الخيارات التي طرحتها اللجنة العليا للمشاريع والإرث. تجربة البواخر السياحية من خلال مواقع أخرى في العالم، كيف تراهم؟ أنا بشوف الموضوع جيد ومهم جدا، خاصة أنه اليوم بدولة قطر يعني هيدي التجربة جديدة وغير موجودة، يعني حتى جذب خلينا نقول زائرين وسائحين من الخارج ويعني توفير أماكن إقامة لهم مميزة على منطقة مهمة جدا الخليج العربي، أيضا هيدي رح تكون عامل جذب لسياحة داخلية، يعني ممكن نشوف أيضا من المقيمين ومن المواطنين القطريين إقبال قوي على هذه الخدمة، لأنه خدمة جديدة، خدمة غير متوفرة سابقا بالدولة. أنا بقول إنه إعطاء خيارات أكثر للسائحين وللمقيمين وللمواطنين يعني تكبير للاقتصاد، يعني صرف أكثر، يعني استثمار أكثر. هيدا الموضوع اليوم في عدة ميزات، أولا هو فرصة استثمارية مهمة لدى بعض المستثمرين المحليين للاستثمار بهذا الموضوع. اثنين، يؤمن خدمات للزوار المتوقعين بكأس العالم. ثلاثة، ممكن يكون عمل سياحي يتم استغلاله لاحقا لمزيد من الجذب السياحي بالدولة عن طريق تأمين بعض الخدمات الأخرى وبعض الأنشطة الترفيهية الأخرى المرافقة لهذا الموضوع، خاصة أنه وجودهم بضمن منطقة الخليج العربي مثل ما حكينا، منطقة فيها الكثير من النشاطات البحرية التي يمكن تنفيذها. نعم، وطبعا هذا يعني أيضا بأن ميناء الدوحة الذي يستعد لتدشين التوسعة قريبا أو بدأنا نرى ملامحها سيستقبل مزيد، سيكون يعني مزيد من البواخر السياحية، ورأينا الأرقام المتعلقة بالمواسم الماضية. صحيح. هاتين باخرتين تستوعبان 4000 غرفة، ووضع هذا الميناء ضمن الخارطة وتجربة المرافق كم سيخدم قطاع السياحة البحرية في الدولة؟ بشكل كبير، مثل ما حكينا اليوم الإقامة هي خدمة لوجستية مهمة جدا للسائح، خاصة لما تكون مميزة وخاصة لما تكون على إطلالة مهمة مثل الخليج العربي، ولكن هي ليست فقط إقامة، هي بالنهاية بصاحبها فرص مهمة لخلق أنشطة ترفيهية لهؤلاء الزوار. عم نحكي بأربعة آلاف غرفة مثل ما تفضلت، إذا اعتبرنا بكل غرفة شخصين أو ثلاث أشخاص عم نحكي ما يقارب 10,000 شخص. هودي من المهم جدا تأمين خدمات سواء كانت طعام وغذاء ومأكل ومشرب، وأيضا بنفس الوقت خدمات ترفيهية أخرى على مستوى أنشطة بحرية، على مستوى أحداث كبيرة. اليوم لما يكون عندنا حجوزات مسبقة لأوقات معينة ممكن إقامة أحداث كبرى بنفس هذه التواريخ لإضافة مزيد من الإثارة والمرح لهؤلاء يعني زوار، وبالتالي صحيح. أنا بتصور أنه خدمة النشاطات السياحية والترفيهية ستكون داعم أساسي للقطاع السياحي. قطاع آخر أيضا سينتعش. إذن شكرا جزيلا سيد أحمد عقل، محل أسواق المالية، على هذا اللقاء. مشاهدينا شكرا لكم أيضا على متابعتكم، غدا لقاء جديد بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.